شهر رمضان مدرسة للأخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الصيام من الأكل والشرب، وإنما الصيام من اللغو والرفث، فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل إني صائم إني صائم. مقصود الصيام أن تتعلم الأخلاق، أن تكون حليما، فإن سابك أحد فإنك لا تقابله بالسباب، وإن جهل عليك أحد فإنك لا تقابله بالجهل، وإنما تقول إني صائم إني صائم. والتحقيق من أقوال أهل العلم أن هذا يقال بصوت، تذكيرا لنفسك وتذكيرا لأخيك. ومعنى هذا أن الصوم يقتضي منا حسن الخلق، وللأسف عكسنا الآية في زماننا. الواحد منا يسوء خلقه في رمضان أكثر، وإذا قلت له قال يا أخي أنا صائم، كأن الصوم يقتضي منه أن يكون سيء الخلق، وهذا عكس مقصود الشرع من مشروعية الصيام. فلنحسن أخلاقنا، ولنعلم أن حسن الخلق دين، وأن من زاد عليك في حسن الخلق زاد عليك في الدين، وأن المسلم لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم.